اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. اجرت ممثله الامم المتحده وممثله الامين العام المتحده في العراق جينين بلاسخارت مقابله اجرتها معها يعني احدى الوكالات الاعلاميه، وتحدثت عن جمله امور. من بينما تحدثت عنه هو ما يثير الحقيقه ويجب ان نتوقف عنده في حديثنا هذا في برنامجنا هذا. قالت ان الامم المتحده، اولا قالت ان الامم المتحده هذه المنظمه الدوليه تدعم السياده العراقيه، وساعلق على كل، ربما يعني نحتاج الى التعليق على كل نقطه قالتها. تعليق بشكل سريع، يعني الامم المتحده المنظمه الدوليه تدعم سياده العراق. ما هو شكل سيادة العراق لكي تدعمه؟ يعني ما هو مفهوم سيادة العراق بالنسبة للأمم المتحدة لكي تدعمه المنظمة الدولية؟ المنظمة الدولية تعرف منذ 17 سنة لحد الآن أن العراق بلا سيادة، لكنها مستمرة في التواجد في العراق ومعترفة بالنظام الذي يحكم العراق وتتعامل معه بإيجابية، بل بالعكس تمتدحه وتوفر له الظروف المناسبة لبقائه وتدفع المجتمع الدولي للتعامل معه، أليس هذا هو الحق؟ هذا ما جرى ويجري. فلذلك سيادة العراق هذه التي تعرف الأمم المتحدة جيدا أنها غير موجودة، عليها أن تتوقف عندها هي وتقول كيف تعاد سيادة العراق؟ وإذا كانت سيادة العراق غير موجودة أساسا، كيف تقبل الأمم المتحدة أن تتعامل مع حكومة هي شريكة في إضاعة سيادة العراق؟ وسيادة العراق لمن مرهونة؟ على الأمم المتحدة أن تقول هذا. هذه واحدة. قالت أيضا أن المجتمع الدولي مهتم بأن يرى عراقا قويا يتمتع بالسيادة. المجتمع الدولي مهتم جدا بأن يرى عراقا قويا. كيف يرى عراقا قويا؟ والعراق احتل في عام 2003 و17 سنة من يحكمه بشهادات وبقوائم دولية الأمم المتحدة تعترف بها وتعرف بها، هو الأكثر فسادا، الأكثر خرابا، الأكثر دمارا، الأكثر طائفية، الأكثر تهجيرا، الأكثر ماذا؟ العراق تحول إلى ما يشبه الكارثة. فكيف يمكن أن يكون بلدا قويا وقد تكالب عليه الجميع ووصلوه إلى هذا الحال؟ العراق بلا تعليم، بلا صحة، بلا خدمات، بلا سيادة، بلا استقلال، بلا أموال، بلا كل شيء، والأحزاب والميليشيات هي المتحكمة به، وإيران هي المتغولة في العراق، والأمم المتحدة تعرف هذه الحقائق تماما وتعرف تفاصيلها أكثر من العراقيين، لكنها مع ذلك تتحدث أن المجتمع الدولي مهتم يرى عراقا قويا. كيف يكون العراق قوي وهو بهذا الشكل وعلى الأمم المتحدة أن تقول لماذا العراق ضعيف؟ إذن هي ترى الأمم المتحدة أن العراق ضعيف، فعليها أن تقف مع الضعيف وتقول لماذا هو ضعيف، وهذه الحكومات هل كانت جزء من ضعفه أم كانت جزء من محاولات تقويته؟ هذه الحقيقة. ولماذا الشعب خارج ضد هذه الحكومات ويطالب بعودة بلده؟ يطالب نريد وطن، والأمم المتحدة تستمع إلى هذا، وبالإسخار نزلت وجلست مع المتظاهرين واستمعت إليهم، وهذه سنة كاملة مرت على التظاهرات وهي تسمع أصواتهم وهتافاتهم وما يجري لهم من قتل وخطف وتغيب. هذه الحقيقة. تقول أن إجراءات الحكومة بشأن حماية المتظاهرين علامات يعني تبعث على الأمل. ما هي حماية يعني إجراءات؟ اليوم ويوم أمس وقبلها خيم المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير في غيرها تحرق من قبل الميليشيات والحكومة أمام أنظارها وأمام أنظار القوى الأمنية التي تحكم، والكل يتحدث، كل الأحزاب وبما فيها الحكومة يتحدثون عن أنه التظاهرات غير سلمية وعليها أن تكون سلمية، والكل يعرف أنهم سلميون، أن كل شخص في هذه التظاهرات لم يرفع إلا العلم العراقي، لم يتمسك إلا بسلميته، فكيف يمكن
للأمم المتحدة أن ترى أن إجراءات الحكومة في دعم في حماية المتظاهرين علامة يعني تبعث على الأمل. يعني هذا مجرد ما تصدره الحكومة من تعليمات ومن أحاديث، مجرد كلام، ليس أكثر. لكن واقع الحال شكل آخر، وكل الحكومات قالتها قبله. ألم يقلها حيدر العبادي؟ ألم يقلها نوري المالكي نفسه اللي قتل الناس؟ ألم يقلها عادل عبد المهدي الذي استقال وقال إنه مع المتظاهرين، وبالنهار كانوا المتظاهرين يعني يطلق عليهم لقب، يعني أسماء متمردين ومخربين، وبالليل يصدر قرار يعتبرهم شهداء؟ هذه قضية لعب. قالت أيضا يجب أن تكون الانتخابات بقيادة عراقية. هل نفهم من هذا أن الأمم المتحدة كانت تعرف أن الانتخابات التي جرت، هذه مسرحيات الانتخابات من عام يعني 2005 على الأقل لحد 2018 كانت تجري بقيادة غير عراقية؟ هذا واقع الحال. عندما تقول أن الانتخابات يجب أن تكون بقيادة عراقية، إذن هي تعرف أن كل الانتخابات التي جرت لم تكن بقيادة عراقية. فكيف للأمم المتحدة أن تدعم نظاماً يقال انه منتخب وهي تسميه منتخب، وتعرف انه ليس بقياده عراقيه وكانت ايرانيه وتدخلات خارجيه كثيره هي التي جاءت بهذه الاحزاب للحكم وجاءت بهذه الشخصيات لتحكم العراق؟ فبالتالي الامم المتحده كيف لها ان تقول الان يجب ان تكون بقياده عراقيه وهي مقتنعه تماما ان القيادات السابقه لهذه الانتخابات لم تكن عراقيه وكانت مزوره وكانت ضد اراده العراقيين؟ فبالتالي هي كيف تقف مع نظام وتروج له بالمجتمع الدولي وتقبله عضوا في المجتمع الدولي وتقبله عضوا بالأمم المتحدة ولا تجمد عضويته وتقبله في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو نظام غير شرعي بقيادة غير عراقية جاء إلى سدة الحكم؟ تحدثت أيضا أنه أي جهود حكومة الكاظمي في إرساء علامات علاقات دولية متوازنة. يعني هل كانت علاقات العراق سابقا غير يعني ليست كذلك؟ يعني إذا كانت ليست كذلك كيف كانت تدعمها الأمم المتحدة إذا كانت هي منحازة، والأمم المتحدة تدعو الدول كلها لأن تكون محايدة، لأن ترعى شعوبها، لأن ترعى مصالحها وتقف مع الشعوب في محنتها، إذا كانت كل هذه الحكومات هي في علاقات غير متوازنة والآن يعني هناك خطوات لجعلها متوازنة؟ وماذا عن 17 سنة؟ وما هي الخسائر التي قدمها العراق؟ ما هي التضحيات الكبيرة التي قدمها للعراق؟ وأين الأمم المتحدة منها؟ تحدثت أيضا عن الفساد، قالت هو أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة العراقية ويقوض ثقة المستثمرين. إذن الأمم المتحدة تعرف أن العراق بلد الفساد، وعندما يدخل في قوائم الشفافية الدولية واحد من بين 10 بلدان، لا أقول 5، وهو من ضمن 5 الأولى في العالم على في الفساد، فالأمم المتحدة يجب أن تعترف بأن هذا البلد لا يمكن التعامل معه، ويجب أن يعني تتعامل بهذا الشكل. يجب أن لا يتم التعامل معه بالطريقة الطبيعية مع كل الدول، لأنه فاقد للأهلية، فاقد للشرعية، هذا بلد كله فساد ولا مستثمرين يهربون منه، والبلد يعاني، والشعب العراقي كم يعاني من هذا الفساد؟ وفقط الاستثمار، لكن البلد كله 17 سنة من خراب إلى خراب، أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار نهبت وبددت من أموال العراق، والأمم المتحدة الآن تشير إلى أن الفساد هو الآفة وهو أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة. هذا واقع حال، وإذا كانت الأمم المتحدة ليست شريكة في كل هذا كان عليها أن لا تعطي للعراق ضوء أخضر وتدعمه في المجتمع الدولي. نحن نحتاج إلى أن تسقط هذه الشرعية الكاذبة التي يعطوها في الخارج لهذا النظام. لو كان غير هذا النظام في العراق، لو كانت غير أمريكا ترعى هذا النظام، لقامت الدنيا على هذا النظام ولم تقعد، لأن ما حصل فيه لم يحصل في أي بلد في الدنيا. قالوا جئنا لنزيح دكتاتورية، نظام دكتاتوري، وماذا حصل خلال 17 سنة؟ هل يقبل هذا الذي يحصل في العراق من 17 سنة إلى الآن من تخريب وجوع وفقر وأمراض
وضياع للخدمات وضياع للمستقبل، الحاضر والمستقبل، ونهب للثروات. هذه هي الحقيقة، لا سيادة ولا استقلال ولا شيء، والفساد ينخر في كل المفاصل. وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.